يا جماعه سحر وعين وحسد فيه، بس اتعلم الرقي وارقي نفسك، لا تروح لعند فلان ولا فلان يرقولك. النبي في الصحيحين البخاري ومسلم كان يقرا بالمعوذتين وقل هو الله احد وينفث على يديه ويمسح راسه وما استطاع من جسمه. يا اخي اقرا سوره الفاتحه، اقرا ايه الكرسي، اخر ايتين من سوره البقره. اذا كنت قويا اقرا سوره البقره كامله، لانه النبي في الصحيح قال عن سوره البقره ان اخذها بركه وتركها حسره ولا تستطيعها البطله يعني السحره. وايضا ارقي نفسك، اعوذ بكلمات الله من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. هيك النبي كان يعوذ الحسن والحسين في صحيح البخاري. وأيضا إذا في مكان يجعك بجسمك حط إيدك على المكان اللي يجع، قل بسم الله 3 مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7، هيك في صحيح مسلم ورد. أما امرأة تروح لعند راقي يعطيها حجابات ويعطيها شعوذات وطلاسم وأمور ما أنزل الله بها من سلطان، يقول لها عليك تعطيل ولا يقول لها عليك عين ولا يقول لها، وخاصة هدول اللي يفتحوا بثوث مباشرة، يدخل المرأة أو يدخل الرجل في وسواس، يعني هو ما كان بحاجة هذا الوسواس، دخلوا في وسواس ودخل المشاهدين معه ودخلهم في متاهات وضيعهم. يا جماعة جعلوها لوجه الله الكريم، لا تقول لفلان عليك تعطيل ولا فلان عليك سحر ولا، انت شو عرفك يا اخي؟ قيل للامام مالك عن رجل يرقي الناس فيقول على فلان تعطيل وفلان سحر وفلان عين، قال الامام مالك هذه بدعة، واين هذا في كتاب الله؟ يا رقاة اتقوا الله سبحانه وتعالى ولا تدخلوا الناس في متاهات ولا تضيعون، علمون الصحيح من الرقية.